بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيد المشاهدين أهلا بكم، ما زلنا مع صناع الحياة، ويعني ما زلنا في آخر حلقة من المرحلة الأولى من البرنامج. المرحلة الأولى من البرنامج كان بتقول فك القيود، عايزين نفك القيود اللي منعنا إن احنا ننهض وإن احنا نتفوق، وبدأنا نقول تعالوا نفك قيود. فاكرين من ساعة ما فدينا البرنامج فكينا لغاية دلوقتي 10 قيود، والنهاردة آخر حلقة وآخر قيد بنتكلم فيه. بس الحقيقة قبل ما أدخل بقى في موضوع القيود وحلقة النهاردة، لكن قبل ما أدخل في كل دون، أحب الحقيقة أن أنا أذكركم مشروع الأسبوع اللي فات اللي هو هيستمر معانا الأسبوع ده. مشروع كنا مسمينه مشروع الأسبوع المثمر. الأسبوع المثمر، إحنا عايزين الأسبوع ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت وبنأكد المرة دي، نحافظ على 4 حاجات، بحيث ان كل يوم نعمل ال4 حاجات دول. واحدة بتغذي روحك، وواحدة بتغذي عقلك، وواحدة بتغذي جسمك، وواحدة بتغذي عيلتك. وقلنا ان ال4 حاجات دول عبادة وعمل او مذاكرة طبعا، واجتماعيات عشان العيلة، ورياضة عشان الجسم. وقلنا ان احنا كل يوم هنحاول ننفذ ال4 دول وهنحافظ عليهم بمنتهى الدقة ونحاول نجيبهم. وفاكرين، تعالوا نفتكر مع بعض كل واحدة من دول. اول حاجة قلنا في العمل عايزين كل يوم نذاكر او نشتغل 6 ساعات صافي. وكانت الحاجة الاساسية اللي بنركز عليها ان احنا عايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع ده يا جماعة مستوحى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم عاش. وهو يا جماعه كل المشاريع اللي فاتت كنا بنقول ايه، روح واتحرك وانزل الشارع وودي وجيب واعمل وحط والزق وشيل وجمع المره دي بنقول حاجه تانيه خالص. تعال نشتغل، انت قادر دلوقتي ان انت تصلح من جواك، لان انت قدرت تصلح حاجات كتير حواليك. صلح بقى من جواك وحاول تستفيد بوقتك. حلقه الوقت الاسبوع اللي فات جامد جدا، وحاول ازاي تحقق ال4 دول كل يوم. فقلنا هنشتغل كل يوم 6 ساعات صافي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل كل يوم قد ايه؟ كان بيشتغل اكتر من كده بكتير. تخيلوا في 23 سنه يوقف الدين دون كله، ويوقف الارض دي كلها ويربطها بهذا الدين، ويقيم دين يستمر ويقيم امه عظيمه الاف السنين مستمده من ال 23 سنه اللي هو اشتغلهم. كان بيشتغل قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وازاي ان الوقت دون ربنا بارك فيه بركه عظيمه عشان ينتج فيه ما لا يتخيله انسان في 23 سنه انتاج غير عادي. هنشتغل كل يوم 6 ساعات صافي، اذا كانت مذاكره، اذا كان ستات في بيوتها يا بتقرا يا بتساعد ولادها يا بتنتج حاجه، اذا كان راجل في شغله، اذا كان شباب بيشتغلوا 6 ساعات صافي. تخيلوا بنضيف للمسلمين كم وقت قد ايه بيهدر. 6 ساعات مضروبة في ستات ورجالة واطفال وناس بتذاكر، يحصل انتاج غير عادي. فده كانت اول نقطة في المشروع، ان احنا قلنا 4 حاجات هنعملها كل يوم لمدة اسبوع كامل، وبنمدها الاسبوع ده كمان الاسبوع المثمر. وكل واحد هيحاسب نفسه ويكتب هو جابها ولا لا ويتابع نفسه فيها. اول حاجة العمل، تاني حاجة قلناها العبادة، عايزين نعبد ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد. فاكرين رمضان والعبادة كانت عاملة ازاي؟ مش هنعرف نعبد زي رمضان، لكن على الاقل هنجيب ال4 حاجات الاساسية العظيمة جدا اللي الثواب عليها كبير جدا، اللي عمر النبي ما كان بيسيبها كل يوم، غير طبعا الفرائض الخمسة والصلاة الخمسة، إلا 4 الحاجات الجامدة دي في العبادة اللي لو عملناهم نقرب من ربنا جدا، لأن دول مفاتيح الدخول على الله تبارك وتعالى. قيام ليل ودعاء وذكر وقرآن. وقلنا قيام ليل ان شاء الله 2 ركعتين خفيفتين بعد صلاة العشاء، مش لازم ان شاء الله في اي وقت. ذكر ان شاء الله 5 دقائق وانت رايح شغلك تذكر ربنا. دعاء ان شاء الله بعد صلاة من الصلوات لمدة 1 دقيقة بس تجيب التأديا. قراءة قرآن ان شاء الله في قيام الليل، او ان شاء الله تقرأ صفحة واحدة بس هات ال4 دول. هتبص تلاقي، تخيل علاقتك بربنا بعد اسبوع هتبقى عاملة ازاي. الناس اللي نفذوا الاسبوع المثمر الاسبوع اللي فات، انتوا متخيلين؟ انتوا حاسين بقى، مش متخيلين القرب من ربنا اتطور قد ايه وزاد قد ايه. وقلنا وصفة تانية، فاكرين كان في وصفة سهلة قوي قلناها، جربوا معانا الوصفة دي. اصحى قبل الفجر بثلث ساعة، قوم بسرعة اتوضى وصلي 2 ركعتين قيام ليل في 10 دقائق وانت ماسك المصحف، فتبقى قريت قرآن وصليت قيام ليل قبل ما يأذن الفجر ب5 دقائق ادعي، يبقى دعيت في أحب الأوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء، فتبقى عملت قرآن وقيام ودعاء. صلي الفجر وبعد الفجر قول الأذكار أو اذكر ربنا وادخل نام 25 دقيقة. هتكون صليت في البيت او نزلت صليت في الجامع 25 ل40 دقيقة، هتكون النتيجة ان انت قربت من ربنا خلاص، مش مطلوب منك بقية اليوم غير الصلوات الخمسة.
يبقى عمل وعبادة. التلتة قلنا كل يوم نص ساعة رياضة، لياقة بدنية، وقلنا شوف أجسام الصحابة وشوف قوة الصحابة وإزاي حاربوا الفرس والرومان، وكانت أجسام العرب محدش يتخيل لكن كانت أجسام قوية متينة، وقلنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ورياضة النبي وقوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى عملت رياضة وعملت عبادة وعملت عمل. فضل النقطة الرابعة في اليوم اجتماعيات، هتسأل على حد من قريبك أو هتسأل على أبوك وأمك، هتقعد مع مراتك أو هتقعد مع أولادك أو هتقعد مع جيرانك كل يوم نص ساعة ولو بالتليفون، نص ساعة فقط، نص ساعة رياضة ونص ساعة اجتماعيات واربعين دقيقة عبادة خاصة وست ساعات عمل أو مذاكرة، ما كملناش 8 ساعات، ويبقى كده عندك فقط 6-7 ساعات من اليوم هم دول اللي انت أنتجت فيهم، يبقى أسبوع مثمر فعلا. وأنا متأكد أن اللي عملوا الأسبوع اللي فات هيلاقوا الناتج في حياتهم غير عادي غير عادي. ويكفي أن انت تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتقول له يا رسول الله الأسبوع أنا كنت ماشي على خطاك، شفت انت كنت عايش إزاي؟ هو دي عشت النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجات اللي كان بيحرص عليها النبي قلدتك يا رسول الله. وان احنا قلنا ان احنا ما تبعتولناش تقول لنا كم واحد عمل ايه، ان احنا هنفرح ان الملائكه هي اللي كتبت وهي اللي علمت، وان احنا لما نقابل ربنا يوم القيامه ينادى فلان ابن فلان كان من هؤلاء اللي عملوا وعملوا وعملوا. الاسبوع المثمر ده المشروع اللي مستمر معانا الاسبوع ده، بنفك معاه قيود كتيره، بنفك معاه قيد ان الواحد سايب وقته يضيع، بنفك معاه قيد ان الواحد ما بيفكرش ازاي يظبط حياته ويظبط وقته. ومن هنا جت حلقة النهاردة لها علاقة بنفس القيد ولها علاقة بنفس المشروع. حلقة النهاردة اخر قيد فاضل، خلصنا 9 قيود وده اخر قيد اللي هو ايه؟ تشغيل المخ. يعني ايه تشغيل المخ؟ يعني احنا مسلمين عندنا مشكلة. ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا ان احنا ما بنفكرش او مش عايزين نفكر او بنكسل نفكر او بنزهق ان احنا نفكر. واللي انا بقوله دون انا بتكلم علينا كلنا. الناس بقى عندها نوع من الخجل، لا مش من الخجل، من الزهق من الكسل، ان التفكير دون عملية صعبة وكل واحد بيدور على حد غيره يفكر له. ويمكن نقول شباب كتير يقول لك التفكير ده بتاع الناس الكبار، يعني احنا صغيرين احنا ما بنفكرش، التفكير ده بتاع الناس الكبار. وكانت النتيجة ان احنا ما بنطلعش اي حاجة. يعني ايه؟ قولوا لي ايه المنتج اللي احنا بنطلعه يا مسلمين؟ قولوا لي ايه الاضافة اللي احنا يا مسلمين بنضيفها على البشرية؟ في اي اضافة بنضيفها؟ حد يقول لي كده اضافة اضفناها في 200 سنة الاخيرة؟ بقالنا 200 سنة ما بنضيفش اي حاجة، ما فيش اي حاجه بتطلع من دماغتنا يا مسلمين نضيفها للبشر. على فكره يا جماعه حلقه النهارده صعبه، كل الحلقات اللي فاتت كنا بنقول يلا نفك وبنعرف نفك، وسبحان الله كل ما كنا بنتفق على مشروع كان بيتنفذ باعداد ضخمه جدا. حتى الاسبوع المثمر ازاي نستفيد فيه من وقتنا، كميه الناس اللي تفاعلت معانا وانا عارف انا فرحان جدا، لكن حلقه النهارده صعبه. ان حلقه النهارده ازاي نقيس شغلنا مخنا ولا لا؟ اللي انا بقوله ان انا عايز اطرح عليكم الفكرة. وخلونا نقول ان حلقة النهاردة اذا ما انتهتش بناتج عملي فعلى الاقل تنتهي ان احنا حطينا المشكلة قدامنا على الترابيزة، وقلنا احنا عندنا مشكلة. فين الاختراعات يا مسلمين في اخر 200 سنة؟ فين براءات الاختراع المهمة في اخر 200 سنة؟ مش من عندنا. فين جوائز نوبل في الطب في الهندسة؟ اوعوا تقولوا اصل هو دي مؤامرة علينا، لا دي مش مؤامرة. مفيش حد بيطلع منتج ذا قيمة يستحق انه ياخد جوائز، ما بنطلعش حاجة. فين النظريات العالمية في الاقتصاد؟ ما لناش علاقة، كلها جاية من الغرب. فين النظريات السياسية آخر 200 سنة؟ كلها جاية من الغرب، إحنا ما بنطلعش. ده حتى فين الإبداعات الفنية؟ ما بنطلعش، بنقلد نقلد. حتى الفيديو كليب خدناه زي ما هو من عندهم من غير ما نعرف هم بيعملوه ليه. هو الشاب بيطلع عامل دماغه يمين وعامل دماغه شمال ويطلع لفوق وينط لتحت وكده، خدناها زي ما هنا وبننقل كربون وبنحط، لكن فين الابداعات الفنيه المناسبه لحضرتنا؟ ما بنعرفش. ده حتى في الرياضه طرق اللعب اللي بيلعب بيها فرق الكوره، احنا بتجيلنا من بره 4-2-4 و4-3-3 وفرق، يعني حتى مفيش. يا نهار ابيض، مفيش حاجه خالص. احنا بناخد اللي غيرنا يفكر فيه. هم يخترعوا العربية واحنا نركبها، هم يخترعوا الكاميرا واحنا نستخدمها، هم يخترعوا الموبايل واحنا نستخدمه، لكن احنا بنطلع ايه؟
احنا بنطلع اللي دماغ غيرنا اشتغلت عليه نستخدمه. احنا مستهلكين مش مبتكرين، لان احنا ما بنفكرش. الكلام موجع انا عارف. يا جماعه احنا كنا ابتدينا حلقه اسمها الموارد، وحلقه الموارد دي كنا وعملنا كذا مشروع عشان نقول يلا نوريكم قد ايه نستغل الموارد. وانا وقفت الموارد الطبيعيه، وقلت هنكمل في المرحله الثانيه بقيه الموارد الطبيعيه، ازاي نحافظ على مواردنا، وده هنشوفه في المرحله الجايه. الناس قالت هو انت وقفت الموارد ليه؟ احنا هنكملها في المرحله الثانيه. لكن النهارده انا بتكلم على اخطر مورد، اخطر مورد في الوجود ده، العقل. الموارد نوعين يا جماعه، موارد طبيعيه، ميه وبترول ومعادن ودي هنقولها في المرحله الثانيه، وموارد بشريه. والموارد البشريه اعظم حاجتين في الموارد البشريه الوقت، قلنا الحلقه اللي فاتت، والعقل، تشغيل العقل. مورد عظيم، في مناقشه كبيره بتدور في بلادنا بتقول اعداد المسلمين او اعداد الناس في الوطن العربي عماله بتزيد بتزيد بتزيد. يا ترى زياده الاعداد عبء ولا ميزه؟ عبء ولا فرصه؟ ممكن يكون كده وممكن يكون كده. وهو دلوقتي للاسف زياده عددنا يا مسلمين عبء. انا اسف، هو عبء. عارفين عبء ليه؟ لان تكديس اجساد فوق بعضها ولحم وعظم واجساد وما فيش اضافه، واعظم مورد هو دماغك. والنبي لما اتكلم عن المسلم اللي هو فرصه اللي هو ميزه اللي هو بيضيف، قال المسلم كالغيث زي المطر اينما حل نفع. وابو بكر لما بعت لعمرو بن العاص قال له هبعت لك راجل بألف راجل، وبعت له واحد بس، القعقاع بن عمرو. الراجل ده دماغه وروحه بألف راجل مما سواه. احنا عبء يا جماعه؟ انتوا ترضوا المسلمين تبقوا عبء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. بايه؟ بالاعداد ولا بالنوعيات؟ احنا النوعيات فين الاضافه العقليه؟ فين الاضافه؟ انت عايز مننا ايه؟ عايز نفكر؟ عايز نبدأ نشغل الدماغ؟ الدماغ اللي بدأت تصدي، الخلايا العصبية العقلية في الدماغ بدأت تصدي، مصدية، ما بتشتغلش، ما بتستخدمش. هي دي حلقة النهاردة. ويمكن حلقة النهاردة هيفضل ماشي معانا المشروع اللي هو الأسبوع المثمر. لكن أنا ما خبيش عليكم، أنا مش عارف أطلب منكم إيه بالظبط الحلقة دي، غير إن أنا أقول لكم أرجوكم تعالوا نفكر يا مسلمين، تعالوا نشغل مخنا، ما بنشغلوش. اليابان يا جماعة ما عندهاش أي موارد طبيعية، لا عندها بترول ولا عندها أراضي زراعية، مساحات ضيقة، ما عندهاش حاجة خالص، ما عندهاش موارد طبيعية خالص، ضعيفة جدا، نادرة. لكن عندها حاجة واحدة بس، عندها موارد بشرية اسمها العقل الياباني. العقل الياباني لما جت الحرب العالمية الثانية اليابان اتدمرت، عرفت الحرب العالمية الثانية تدمر مصانع اليابان وبيوت اليابان وأرض اليابان، لكن ما عرفتش تدمر العقل الياباني. في قاعدة هي تضحك بس تكسف، بتقول يحصل إيه لو الشعب الياباني نقلناه وجبناه في بلد من بلدنا، وشلنا الناس اللي في بلدنا ووديناهم اليابان، يحصل إيه بعد سنة في اليابان ويحصل إيه بعد سنة في البلد اللي احنا فيها؟ عارفين يحصل ايه؟ بعد سنة تبص تلاقي البلد بتاعتنا دي عمارات وارض زراعية وانتاج ومرور، وتروح اليابان هتبص تلاقي ايه؟ هتلاقي بقى فراخ بتجري في الشارع ومجال بطاقة، وتبص انا اللي انا بقوله ده عيب. عارفين عيب ليه؟ لان انا عايز اقول معنى اللي انا بقوله دون، ان مش الفكرة في الفلوس ولا في الموارد المادية، الفكرة مين البني ادم اللي هيصلح او هيبوظ. الفكره فينا احنا، المشكله عندنا احنا. عايز مننا ايه؟ عايز نفكر. لازم يبدا العقل ده يشتغل اكتر من كده. طب هو احنا ليه بقينا كده؟ سؤال مهم قوي. ليه عقولنا بقت كده؟ ليه ما بنفكرش؟ تعالوا نجاوب على الكلمه دي بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني ما زلنا مع آخر قيد بنتكلم فيه في المرحلة الأولى، وهو قيد تشغيل الدماغ. لازم الدماغ تتحرك. وأنا زي ما بقول لكم أنا مش بطلب حاجة في الحلقة دي زي غير كل القيود اللي فاتت، هنعمل ونروح ونيجي.
إنما أنا في الحلقة دي بقول له طب تعالوا نتفق إن في مشكلة ونحاول نمسكها ونبدأ نفكك فيها. وانتهيت قبل الفاصل بسؤال، طب إحنا ليه بقينا كده؟ ليه ما عدناش عارفين نفكك؟ ليه ما عادش حد بينتج؟ ليه ما عادش حد بيطلع أفكار جديدة، مخترعات في أي حاجة في أي مجال من المجالات؟ ليه ما فيش أفكار جديدة عمالة تطلع من الوطن العربي والإسلامي؟ وأنا رجعت الموضوع ده حسب ما قريت وحسب ما وصلت لأربع أسباب. السبب الأولاني التعليم. التعليم في بلادنا قايم يا جماعة على التلقي، تقعد تسمع تتلقى تاخد المعلومة تصم الكلمتين تقعد تخزنهم، يتحول العقل من مكان للإبداع والتفكير لمخزن، تتخزن المعلومة تخش في الامتحان تقوم منزلهم تك 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 بسرعة الحق صب 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 خدت الشهادة الحمد لله. إنما في الغرب الولد ما بيتعلمش كده، الشباب في الغرب بيتعلموا ازاي هو يحصل على المعلومة، احنا عندنا انت بتديله المعلومة هو ما يعرفش ازاي يجيبها، لكن هناك بيتقله ازاي تحصل على المعلومة. ادي الموضوع اللي احنا عايزين نناقشه، تقدر تدور عليه في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية بناء على اللي تطلعه، تعال قول لنا رأيك. ويعلموه ان الموضوع الواحد ما فيهوش رأي واحد، ممكن يكون فيه اكتر من 3-4 اراء، في بدائل، فتبدأ الدماغ تشتغل ان في بدائل مش هي واحدة بس. فالولد الطفل عندنا او الشاب عندنا يطلع هي المعلومة لازم تيجي كده وبتترد عليها كده، فلو ما لقاش كده ما يعرفش الدماغ تشتغل لانه ما اتعلمش على كده. تكون النتيجة ان الطالب عندنا بيذاكر اضعاف اضعاف مذاكرة الطالب في الغرب، لكن في الاخر الناتج اقل بكتير، لان العقل بقى مخزن ما بقاش حاجة بتطلع بدائل. ده السبب الاولاني طريقة التعليم. لدرجة ان في قصة يعني او فيه نكتة يعني ان احصائية بتقول ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم لغاية ما يبقى عنده 5 سنين، يعني اول ما يخش المدرسة ويبدأ الدنيا تبدأ تقع بسوق. كأني عايز اقول ان السبب الاولاني التعليم. طب والسبب الثاني البيت. البيت غلطان غلط كبير، هو كده وبس. انت تسمع الكلام من غير ما تفهم، عمرنا ما بنقعد قاعدة مشتركة ونناقش المواضيع مع بعض. فين البيوت اللي بتعمل كده دلوقتي؟ فين البيوت اللي حتى ده هو الولد بيلاقي احنا مسافرين الحتة الفلانية احنا هنعمل كذا وهو يقول حاضر وخلاص. مفيش بدائل تتعرض جوه العيلة، حتى لما الشباب بيكبروا، حتى في سن المراهقة، حتى لما بيكبروا اكتر من كده مفيش بدائل. هو الاب بيقول حاجة والام بتقول حاجة. عملوا احصائية على شريحة في الوطن العربي، فلقوا ان كلمة لا بيستخدمها الآباء والأمهات مع الطفل من سن سنة لسن 5 سنين على عينة اختاروها، وجدوها بتستخدم 148,000 مرة. لأ لأ لأ، ما تقفش ما تقعدش ما تاكلش، وما بتكونش مبررة، في حين إن كلمة نعم 40,000 مرة بس. فيبدأ الولد عقله يتحجر إن لأ من غير ما يعرف ليه، يبقى لأ وخلاص. فتبدأ قدراته العقلية من سن 5 سنين، انت يا اب ويا ام انت اللي حجمتها وانت اللي حددتها بالطريقة اللي انت عملتها، فيتحجر العقل. البيت يا جماعة، المشاركة في الرأي والكلام مع بعض. يا اباء يا امهات انا برجوكم ربوا ولادكم بطريقة مختلفة، حتى لما تقوله لأ قوله لأ ليه، قوله لأ عشان كذا، اتعامل معاه من هو طفل على انه كبير، خده في ايدك واتكلم معاه وابدأ فتح معاه مواضيع، وايه رأيك في كذا، وايه رأيك لو عملنا كذا، واستشيره وخد اراءه وفتح رأيه. ما تسيبش ابنك كده فيطلع العقل متحجر. ده السبب التاني. على فكرة البيت له علاقة بحاجة تانية، نوعية اللعب اللي بنختارها. الناس كلها في بلادنا بتتعامل مع اللعب على انها للطرف، لعبة عشان نلعب بيها. يا جماعة اختار اللعب اللي تنمي دماغ ابنك، وكل سن هتلاقي له لعب. ولذلك اوروبا رفعت الضرائب من على اللعب. ليه؟ لان اللعب دي حاجه مفيده، دي بتنمي العقل، دي مش للعب. احنا كلنا بنفتكر ان اللعبه القيمه هي اللي غاليه، ابدا. اللعبه القيمه ممكن تكون رخيصه جدا بس بتنمي سن ابنك في الوقت اللي هو فيه. ده السبب التاني، التعليم، البيت. السبب الثالث وسائل الاعلام. وسائل الاعلام فيها الكويس وفيها الوحش، لكن احنا للاسف ما بننتقيش، دايما بندور على الوحش ونتفرج عليه اللي هو بيؤدي في الاخر ان الدماغ تبقى هايفه وفاضيه ومفيش فيها حاجه مفيده. رغم ان في برامج هنلاقيها في الفضائيات وهنلاقيها في القنوات الارضيه بتبني العقل، لكن محدش بيتفرج عليها او محدش عايز يتفرج عليها. ده السبب الثالث. السبب الرابع والاخير الفهم الخاطئ للدين. مين فينا فاهم الاسلام ان التفكير فريضه اسلاميه وان هو ياثم لو ما فكرش؟
حد بيفكر كده؟ ده احنا حتى العبادة عبادة ربنا بنعملها من غير ما بنفكر. حد فكر يا جماعة ليه الفتحة لازم بنصلي ليها كل مرة في كل صلاة؟ كل صلاة لازم تبقى فتحة، اشمعنى الفتحة؟ خلاص الفتحة وخلاص، يعني هنفكر كمان؟ بنصلي بالفتحة، مش عايزين، ما عندناش وقت نفكر، مش عايزين نفكر، بنتعب، دماغي بتوجعني لما بفكر، يعني خليني عايش كده وخلاص. بناء على الأربع حاجات دول، تعليم والبيت الآباء والأمهات ووسائل الإعلام والفهم الخاطئ للدين، طلعت أجيال من الشباب مش عايزة تفكر، أو بمعنى أصح ما بتعرفش تفكر. والعقل يا جماعة عامل زي أي عضلة في الجسم، لو أنت حضرتك ما قعدتش تدرب العقل العضلة دي اللي في كتفك كتير وتشيل بيها حاجات هتضمر وتبقى مش قادر ترفع حاجة، وكذلك العضلة دي وكذلك العقل ده لو ما قعدتش تدربه وتستخدمه بعد شوية هيصدي ويضمر. وكلمة يصدي ويضمر ده مش كلام نظري، ده كلام علمي. اكتشفوا ان كل خلية من خلايا العقل اللي هم 140 مليار خلية في الدماغ بتاعتك، كل خلية بينشأ حواليها زوائد، الزوائد دي من 60,000 لـ40، من 60,000 لـ400,000. تخيل عدد الزوائد اللي بتطلع من كل خلية. ايه الزوائد دي؟ الزوائد دي اللي بتحلل المعلومات وتساعدك على مزيد من التحليل والذكاء. تخيلوا الزوائد دي بتزيد ازاي وبتموت ازاي؟ سبحان الله، تزيد بالتفكير وتموت لما تقلل تفكير. انتوا متخيلين يا جماعه الفكره؟ يعني انت عقلك جواه حاجات بتزيد لما تبدا تفكر، تبدا الزوائد دي تزيد فتفكر زياده وتنتج زياده، اول ما تقلل التفكير تبدا الزوائد دي تموت 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 تموت. ولذلك لو جبت عقل اينشتاين او جبت عقل ابن خلدون او جبت عقل الخوارزمي او الحسن ابن الهيثم، هتلاقي حجم الدماغ زي اي حجم دماغ انسان عادي او مش ذكي. لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ الزوائد عند ده كتيره قوي 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 قوي، وده ما عندوش خالص. ليه؟ لان ده موتها. يعني انت بتموت دماغك، انت بتقتل دماغك. انتوا متخيلين معنى ده؟ انت استخدمت دماغك عارف زي ايه؟ زي الكمبيوتر اللي في بيتكم، الكمبيوتر اللي انت جبته تلعب عليه جيمز وهو بيستخدم في 100 حاجة اهم من كده مليون مرة، لكن انت ما بتعرفلوش استخدام غير الجيم. اوعوا يا جماعة تفتكروا ان انا بقول وانا بقول لكم لازم تفكروا، اقصد التفكير العادي بتاع عاديات اليوم، انك وديت ولادك المدرسه وانك ازاي توفري من فلوس البيت وان ازاي الشاب يتعرف على بنت عن طريق النت، مش هو ده التفكير اللي انا بقول عليه. انا بتكلم التفكير اللي يحل مشاكل امتنا، التفكير الهادف الناضج اللي يشوف مشاكلنا فين ومشاكلك انت الشخصيه فين. كام الف شاب دلوقتي عنده بطاله حاطط ايده على خده وما بيفكرش يحلها ازاي، ولما تساله بتعمل ايه يقولك انا ببعت السي في بتاعي، لكن قاعد يفكر في بدائل. التفكير اللي يطلع بدائل، التفكير اللي يقول طب المسلمين ناقصهم ايه وانا اقدر افيد بايه، هو ده التفكير اللي انا بتكلم عنه، مش حل عاديات الحياه المشاكل بتاعت كل يوم. تقدروا تقولوا لي كام الف طالب بيذاكر علشان الورق بيقول كده هو مش عارف هو بيذاكر ده ليه ولا عشان ايه ولا ده يفيد ايه في الحياه العمليه؟ اهو بيصم وخلاص. حتى الناس اللي بتشتغل يا جماعه تلاقي راجل بيشتغل يقولك انا 12 سنه خبره، لكن هو ال 12 سنه دي اتعلم ايه؟ احكي لكم قصه عجيبه. يعني ناس بتشتغل لكن بيطلع ايه؟ بيبدع ايه؟ بينتج ايه؟ واحد رايح يتقدم في وظيفه مطلوب فيها 12 سنه خبره، فراح يتقدم وعمل مع الانترفيو مع اللي بيقابله وايه وراله السي في فعلا 12 سنه خبره، وبعد ما خلص فالراجل اللي عمل معاه الاجتماع الانترفيو قام قايل له الحقيقه يعني انت فعلا السي في بتاعك 12 سنه خبره بس انت مش هتنفعنا في الوظيفه بتاعتنا. قال له ليه؟ قال له الحقيقه الصح انت سنه واحده خبره و11 سنه تقليد. هو اللي انت اتعلمته سنه واحده وبقى لك 11 سنه مقلد. يا جماعه حلقه النهارده تاني عايزه تقول ايه؟ احنا ما بنشغلش مخنا. والعجيب ان اسلامنا وديننا اكتر دين في الدنيا واكتر قانون في الدنيا، في الدنيا دي كلها اتكلم على استخدام العقل وتشغيل العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله خلقا اكرم عليه من العقل، ما فيش خلق خلقه الله تبارك وتعالى اكرم عليه من العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مجموعة من الصحابة عمالين بيتكلموا عن واحد فبيذكروا ده فلان وعظيم وكان بيعبد وكان بيعبد، واحد كان مات، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كيف عقل صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله نحدثك عن عبادته وتسألنا عن عقله؟
قال إنما يتعاظم الناس يوم القيامة عند الله على قدر عقولهم. السيدة عائشة قالت يا رسول الله ما الذي يرفع الناس في الدنيا؟ قال العقل. قالت فما الذي يرفعهم في الآخرة؟ قال العقل. قالت يا رسول الله فأين المجازاة بالأعمال؟ قال إنما يعملون على قدر عقولهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله العقل قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب. أنتم متخيلين منظرة الإسلام للعقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو الدرداء إذا ازداد الناس قربا إلى الله بحسناتهم وأعمالهم فزد قربا إلى الله بعقلك، ازدد قربا من الله بعقلك. فكروا يا جماعة، تخيلوا دين بيتكلم عن العقل بهذه الصورة. تخيلوا الآيات اللي بتتكلم على العقل في القرآن، كلمة التفكر وكلمة يعقلون وكلمة يتدبرون. يقول لك كلمة البصيرة جت في القرآن 54 مرة، الإبصار 48 مرة، يعقلون 48 مرة، يتفكرون 122 مرة، يتذكر 210 مرة، الحكمة 20 مرة. انت متخيل كمية الآيات؟ وشوية تيجي الآيات تقول لك انظر أفلا ينظرون، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان. انظر، نظر يعني إيه؟ تحليل الرؤية. يعني تخيلوا القرآن عمال بيقولك شغل ده، استخدم ده. مش أنتوا بتقروا القرآن يا جماعة؟ يعني إحنا مش بنتعبد إلى الله بهذا القرآن؟ طب ما القرآن بيقولك كده، ده لازم يشتغل، ده لازم يتحرك، ده ما ينفعش حد يفكر لك وتقول انا قاعد اصل البيت. ما انت ممكن تتكل على الحاجات اللي انا قلتها، اصل البيت والتعليم. ابدا انت مرن دماغك زي ما هنقول في اخر الحلقه. انت لو بدات تمرن دماغك ان انا لازم افكر ولازم اطلع افكار جديده، هتطلع افكار جديده. ما حدش بيتولد ذكي، نسبه كبيره جدا من الذكاء بتكتسب بالتمرين وبتكتسب بالمحاولات، بس انت حاول وابدا فكر. انظر لهذا الدين العظيم لدرجه يا جماعه ان احنا عندنا في ديننا عبادة كاملة، عبادة كاملة أملة قايمة على تشغيل المخ. مش مطلوب فيها عشان تعبد ربنا غير انك تشغل دماغك. عبد بيها الأنبياء وبيها يعرف الله، عبادة التفكر في خلق الله. عبادة في ديننا اسمها التفكر بخلق الله. العبادة دي بيها النبي صلى الله عليه وسلم بقى نبي. انتوا ناسيين ان آخر 10 سنين قبل ما النبي يبقى نبي جاله الملك في غار حراء، كان بيعمل ايه؟ كان بيتأمل. سيدنا إبراهيم بها سيدنا إبراهيم بقى نبي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عبادة الأنبياء بيقول عنها الحسن تفكر ساعة خير من عبادة سنة بلا تفكر. بيقول عنها عمر بن عبد العزيز التأمل أفضل العبادة. يعني يا جماعة عبادة التفكر دي عبادة تدريبية، إنك تشغل دماغك. شوف ربنا جعل لنا نعبده ناخد ثواب والعقل يشتغل، ومحدش العبادة دي دلوقتي بتندثر. مين بيقعد يتفكر؟ مين بينزل في مناظر طبيعية وقدام بحر أو والصيف جاي ويقعد يتفكر في خلق الله عشان ده يشتغل؟ طب ما تيجوا نمارسها، تعالوا نمارسها ونشوف النعمة العظيمة اللي اسمها العقل اللي عندنا. تعالوا نبدأ، تعالوا نتفكر. نتفكر في إيه؟ نتفكر كيف بدأ الخلق، جبتها منين؟ من الآية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والغريب أن يأتي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا رسول الله كيف كان هذا الأمر؟ يعني قبل ما الكون يتخلق كان في إيه في الأرض؟ فكروا في المعنى ده مرة يا جماعة، تعالوا نفكر مع بعض كده، كان في إيه يا رسول الله قبل الكون؟ فقال كان الله وحده ولم يكن معه شيء. يا جماعة ما كانش في حاجة خالص، لا سماء ولا أرض، لا هواء، لا أكسجين، لا مية، لا ما فيش حاجة. كان الله وحده. اقعد فكر كده وشوف بقى حجمك، وشوف انت حجمك قد ايه، وازاي لازم تتواضع، وازاي ان الارض ما ينفعش انها تتكبر على الله تبارك وتعالى. اقعد فكر هتنشأ معاك مئات الافكار. طب تعالوا نفكر في النهايه وكيف سينتهي الامر. مش دي البدايه؟ طب وكيف سينتهي الامر؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض. يا الكون ابتدى بنفخه في ادم وحينتهي بنفخه فتنتهي السماوات والارض وتعود كأن لم يكن شيء. شوف الآية تقول لك إيه عشان تشغل دماغك، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أنت متخيل المنظر؟ السماء هتطوي زي اللي فتح كتاب وعمله كده. يا ده أنت ضعيف قوي، ده أنت فقير إلى الله قوي. تخيل إن أنت لو قعدت تفكر في الموضوع ده نص ساعة مش هتعصاه، هتحبه وتعرفه. شفت الدماغ هتبدأ تشتغل إزاي؟ يا جماعة شغلوا دماغكم، ده أنا شغلت لك دماغك في اللي يخليك توصل لربنا وتخش الجنة. طب تعالى نفكر في حاجات تانية. تعالى نفكر في الشمس. تخيل ان الشمس دي
ازاي الشمس دي بتمدنا بالطاقة الرهيبة دي؟ الشمس دي يا جماعة عبارة عن تفاعل 650 مليون طن هيليوم مع 650 مليون طن هيدروجين، تنتج عنهم طاقة. تخيل الشمس بينها وبينها قد ايه؟ اكتر من 93 مليون ميل. بتجري بسرعة قد ايه؟ بتجري بسرعة تزيد في الثانية الواحدة عن اللي يقطعه الانسان في 500 سنة مشي في الثانية الواحدة. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. طب انت بتقول لي الحتة دي ليه؟ الشمس دي بقدرتها دي مسخرة عشان دماغ حضرتك تستخدمها وتستفيد منها. ام جه الغرب استخدمها وطلع ابحاث الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية اللي هي في بلادنا اكتر من بلادهم، بلادهم برد واحنا المفروض نستفيد منها، ما طلعناش الابحاث دي. تخيل الشمس المهولة دي مسخرة عشان دماغ حضرتك تستفيد منها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. يا جماعة انت الاصل، الدماغ دي اغلى حاجة في الدنيا. الدماغ دي حرام تسيبها عمالة بتعمل شات وعمالة بتلعب جيمز على الكمبيوتر وعمالة بتضيع في كلام هايف وعمال بتضيعها. الدماغ دي غالية قوي، دي اعظم نعمة، دي اكرم شيء خلقه الله في الارض. طب اديك مثل تاني غير الشمس، اديك مثل تاني. المجموعة الشمسية اللي احنا فيها، المجرة الرهيبة، المجموعة الشمسية دي كم كوكب في ايه بيدوروا حول مركز مجرة اسمها مجرة التبانة، طريق التبانة. عدد النجوم اللي موجودين في المجرة دي تزيد عن 200 مليون نجم، الشمس واحدة منهم. تخيل المجرة دي جزء من عشرات الملايين من المجرات. عشرات الملايين من المجرات دول جزء لا نقطة في السماء الأولى. ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحبة في صحراء، وما السماء الثانية في الثالثة إلا كحبة في صحراء، والثالثة في الرابعة، والخامسة في السادسة، والسادسة في السابعة إلا كحبة في صحراء. شايف ملكه هائل قد إيه؟ تخيل كل الملك ده عشان حضرتك تشغل مخك وتستفيد منه. تخيل انت بقى حجمك إيه في كل الملك، في المجرات والتبانة والمجموعة الشمسية، حجمك تطلع نقطة ومع ذلك انت اغلى على الله. ليه؟ عشان ده. انت متخيل حجمك قد ايه؟ لا اديك مثل تاني، جسمك انت. يعني انت اتخلقت ازاي؟ بص حضرتك انت مخلوق من ايه؟ هتبص تلاقي في حاجات في جسمك حاجات كتير ربنا بيشغلها لوحدها، عشان ده لازم يشتغل بمزاجك. فسهل عليك حاجات تانية. يعني ايه؟ الرئة مثلا، الرئة وظيفتها ايه؟ يدخل الهواء في ثانية، تاخد منه الاكسجين وتطرد ثاني اكسيد الكربون، مش كده؟ الرئة بتعمل كده. الحكاية دي بتعملها الرئة كم مرة في اليوم؟ 20,000 مرة على طول. تخيل، عارف ليه ربنا خلى الرئة بتقوم بالحكاية دي بشكل لا إرادي؟ عشان ده يتفرغ للتفكير. تخيل لو انت شغلتك انك ماشي عمال بتحضر العملية دي، ان ايه؟ تاخد نفس وتطلع نفس، تاخد نفس، ويقابلك واحد تقول الله يكرمك سيبني عشان لسه علي 10,000 نفس عايز اخلصهم، يحسن اموت فلو سمحت. القلب بيتحرك ازاي؟ بيدق 27 دقة، 72 دقة في الايه؟ في الدقيقة الواحدة. 72 دقة يعني في الساعة، يعني في اليوم. تخيل بيضخ الدم، تخيل الحركة دي لو انت بتحرك ايدك 1000 مرة كده، حاول تتخيل. طب تخيل بقى واحد ماسك قلبه وماشي بيه وعمال يا جماعة الله يكرمكم سيبوني دلوقتي عشان انا لسه عليك. لا 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 لا، احنا هنفرغك من كل الكلام ده. ليه؟ احنا مش عايزين منك غير حاجة واحدة بس، شغل ده. انت واخد بالك ميكانيزم جسمك ماشي ازاي؟ كله ماشي عشان ده يشتغل. ايدك دي، ايدك دي لما عقلك يفكر الايد دي اللي هتتحرك. تخيل لو ايدك دي من غير صوابع، ما تعرفش تلتقط الاشياء. طب تخيل لو صوابع ومن غير عقل، ما تعرفش تشكل الاشياء. طب تخيل لو الصباع ده مش موجود، تفقد 50% من قدرتك على تحريك الاشياء. طب تخيل لو مفيش ذراع، لو زي العصافير كده يعني كفك في. انت عارفين انا عايز اقول ايه؟ انا بقول النكت دي ليه؟ انا عايز اقول لك في الاخر كل ده اتخلق عشان عقلك يشتغل. والله يا جماعة كل اللي موجود فيك دون عشان الدماغ دي تشتغل. الرئة بتروح لوحدها، والقلب بيروح لوحده، والكفين والإمكانيات شغل دون. أرجوك لازم يشتغل. هي دي الحلقة وهو ده الموضوع. تعالوا نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني تاني موضوع الحلقة وهو قيد. أنا ما خبيش عليكم، نفسي يتفك ومش عارف هل الكلام اللي انا بطرحه ده والحلقه دي هتؤدي ان الناس تبدا تفكر وتقول احنا هنغير طريقتنا في الحياه. انا بتمنى كده. والحقيقه انا لما بنظر في تاريخ النبي واصحابه بتعجب. يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابه
على ان هم يطلعوا ابداعاتهم العقليه ويبداوا يفكروا ويشتغلوا، رغم ان هم كانوا في بيئه نقول بيئه بدويه صحراويه، لكن انتجوا انتاجات غير عاديه. تخيلوا كانت امه بترعى الغنم، بعديها ب 25 سنه احنا اللي اخترعنا حساب المثلثات، احنا اللي طلعنا علم الجبر، احنا اللي مطلعينه، علم اللوغاريتمات احنا اللي مطلعينه، الصفر اللي هو كان اختراع يشبه الكمبيوتر دلوقتي ما كانش حد يعرف يعني ايه صفر، الارقام ما كانش فيها كلمه صفر يحطوا يسيبوا فراغ، الصفر ده هو اللي حل المعادلات الرياضيه المعقده. مين اللي اكتشف الصفر؟ احنا يا مسلمين. ايه العقول اللي كانت بتطلع الكلام ده؟ علماء المسلمين، علم اللوغاريتمات، علم الجبر، التشريح المقارن، وان انت تجيب تشريح العين وتشريح الجسم. مين اللي اول ناس استخدمت موضوع التشريح؟ كان المسلمين. مين اللي شخص امراض كتيره؟ الحصبة والجدري. مين اول واحد عمل عمليه استئصال اللوستين اللوز؟ مين اول واحد عمل عمليات الحصوه واستخراج الحصوه وعمل المسالك البوليه؟ مين اللي عمل الحاجات دي؟ مين اول واحد قال ان في فكره الجراثيم؟ اللي اكتشف فكرة البكتيريا من غير ميكروسكوب كان المسلمين، قالوا في مواد دقيقة هي اللي بتنقل الأمراض. مين اللي اكتشف كروية الأرض؟ احنا يا مسلمين. مين اللي قال، مين أول واحد رسم خريطة مجسدة للأرض، مجسمة وتتشاف ويتقال الأرض كذا؟ احنا يا مسلمين. الإدريسي. مين أول واحد اكتشف عمل علم الاجتماع؟ احنا اللي عملنا علم اسمه علم الاجتماع، ما كانش موجود قبل كده. مش يعني الغرب بيوجد علوم ويقولك طورنا في العلم الفلاني، لكن احنا كنا بنحط علوم مش موجودة قبل كده. مين يا جماعة اللي عمل كل الحاجات دي؟ احنا ازاي الابداعات العقلية دي؟ مين اللي عمل علم النحو؟ مين؟ لان كان جيل بيفكر، وبيفكر من اجل العبادة. اصل الآية بتقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالدماغ دي من اجل ان احنا نعبد ربنا احسن ونحسن الوضع للمسلمين. يا جماعة الغرب دلوقتي عمال بينتج وبينجح، هم بينتجوا، فدايما هم بيبقوا اصحاب القيمة الكبيرة، واحنا بنبقى اصحاب اليد السفلى، ودايما اليد العليا خير من اليد السفلى. انت لما تبص على الياباني هتبص تلاقي الراجل الياباني بينتج كاميرا الفيديو العدسه والحاجات البلاستيك اللي فيها ما تساويش 5 دولار، بتتباع ب 800 دولار. ايه الفرق؟ الفرق الدماغ اللي طلعت الكلام ده، تستاهل انها تاخد المبلغ ده. احنا بناخد وما بنطلعش، مع ان اجدادنا كانوا بيطلعوا كتير قوي. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم وفكره الخندق، يوم غزوه الخندق، مش دي كانت فكره مبتكره يا جماعه؟ يعني يجي سيدنا سلمان الفارسي ويقول له يا رسول الله احنا ممكن نعمل حاجه احنا مش متعودين نعملها. لو حد مننا دلوقتي يقول له ايه الكلام ده؟ لا يا عم احنا ما نعملش حاجه ما نعرفهاش، خلينا في اللي احنا نعرفه، ما احنا بنفكر كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش الخندق قبل كده، لكن الفكره دي كويسه نجربها. انتوا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد لما تبقى محاصر حته وتستخدم الالغام في الحصار في الحروب في الحرب العالميه الثانيه، هتبص تلاقي الالغام ماليه الصحراء الغربيه عندنا في مصر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه للالغام لما حاصر الطائف، فجال واحد من الصحابه قال له يا رسول الله لو خرجوا من الحصن هيموتونا، طب الحل ايه؟ ما نخرجهمش من الحصن، طب ازاي؟ نحط حسك حديد مدبب في الارض يخلي الحصينه ما تطلعش. اول فكره الغام كنا احنا اللي حاطينها. يعني انا عايز اقول ان كميه الابداعات والابتكارات اللي طلعت مننا يا مسلمين، اوعوا يا جماعه تفكروا ان احنا الاصل ان احنا ما بنفهمش. يا حبيبي ده احنا اصل الاختراعات، احنا اللي وقفنا الغرب على رجليه، وهم بيقولوا كده لولا اختراعات المسلمين ما كناش وقفنا على رجلينا، المسلمين هم اللي نوروا لنا الطريق. انا هضرب لك مثل بواحد هنشوف فيلم عنه دلوقتي، الحسن بن الهيثم، ده اللي اسس علم البصريات. تخيل علم البصريات اللي اسسه الحسن بن الهيثم، هو اول واحد فسر ظاهره انكسار الضوء وان الضوء ازاي بينكسر في الاجسام، هو اول واحد صاحب نظريه ان ازاي الضوء بينعكس وازاي ان الصوره بتنعكس، وقام عامل حاجه صغيره غرفه صغيره كده ودخل جواها صندوق صغير ويدخل الضوء فيدخل الضوء ينعكس جواها، وعمل التجربه دي وسماها نظريه القمره اللي هي الحجره الصغيره، ومن كلمه القمره جت كلمه الكاميرا اللي الغرب استخدمها بعد كده. احنا اصحاب الحسن بن الهيثم، هو صاحب النظريه اللي قامت عليها الكاميرا بعد كده، واتخذت منه بنفس المصطلح نظريه القمره بتاعت الحسن بن الهيثم، هو اللي عمل كل الاختراعات دي. الغريب ان الحسن بن الهيثم وضع الجمله دي في مقدمه كل كتبه. الجمله بتقول انا ما دامت لي الحياه باذل جهدي وعقلي، سامعين كلمه باذل عقلي، ومستفرغ طاقتي في العلم لثلاثه امور: افاده من يطلب الحق في حياتي وبعد مماتي، 2 ذخيره لي في قبري ويوم حسابي، 3 رفعه لسلطان المسلمين.
انتوا متخيلين الراجل ده بيقول ايه؟ اللي اسس علم البصريات، اول واحد عمل تشريح للعين ورسم التشريح بالظبط، اول واحد استخدم كلمه الشبكيه، اول واحد تخيلوا كلمه الشبكيه دي اللي مطلعها حسن بن الهيثم، اول واحد استخدم كلمه القرنيه. تعالوا نشوف الفيلم مع بعض ونقول فين عقولنا وفين انتاجنا يا مسلمين. تعالوا نشوف. عايز ايه مننا تاني؟ عايز نفكر، عايز شباب وبنات مهما كان سنهم يبدأ يمسك ورقة وقلم ويبدأ يطلع أفكار ويبدأ يدرب نفسه ويبدأ يحتك بالناس عشان يزداد خبرات. يا جماعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان طفل صغير عنده 10 سنين، جاله النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، عارفين رد عليه قال له إيه؟ قال له دعني أفكر وآتيك غدا. 10 سنين، سيبنا فكر واجيلك بكرة. فجيل النبي تاني يوم قام يقيل له ايه؟ 10 سنين، قعد علي ما قلته بالأمس. طب قولي تاني الكلام. فقعد عليه النبي الكلام فقال اذا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقابل ربيع بن كعب الاسلمي، فيعمل ربيع عمل حلو قوي يرضي النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني يا ربيع فلن تسألني شيء الا اعطيتك اياه، الا هتطلبه هديه لك. فربيع يقول له يا رسول الله هذا أمر عظيم فأنظرني حتى أفكر. فقال فكر يا ربيعة. وابتسم النبي، أيوة كده عايزينكم كده. فراح ربيعة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، فالنبي أول ما شافه قال فكرت يا ربيعة؟ فقال نعم يا رسول الله، أرى أنني إن طلبت منك شيئا من أمور الدنيا سيفنى
لذلك أنا لو طلبت حاجة هتخلص، لذلك أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا، فكرت يا رسول الله، أنا فكرت ودماغي اشتغلت وخلصت. يا جماعة طلعوا الكلام ده يا جماعة، ده يوم معركة القادسية والمسلمين في عز الأزمة، والأفيال اللي جي بيها الفرس، الأفيال يشوفها المسلمين يطلعوا يجروا، جي مسلم بفكرة عبقرية صغيرة. كل ما الخيول كانت بتشوف الفيل بتطلع تجري الخيول خوفا من الفيل، فقام جي واحد من الصحابة بسيط قوي، ما هوش قائد ولا حاجة، ما تستصغرش عقلك، ما تقولش هو أنا اللي حاجبها. جه الصحابي دون وقام جايب عامل فيل من طين، قعد يجيب الطين كده بالليل وعمله زي الفيل، ومسك الحصان بتاعه وربطه عشان يخلي الحصان ياخد على شكل الفيل. وتاني يوم نزلوا المعركة وقام داخل بالحصان بتاعه، الحصان ما خافش من الفيل، قامت كل الحصينة داخلة ورا الحصان بتاع يعني الصحابي دون، وانتصر المسلمين بحيلة صغيرة جدا. يا جماعة شوية تشغيل دماغ هتطلع منتجات أحسن بكتير، بس أنت مش متعود، ابدأ درب دماغك. أنا يكفينا شرف يا جماعة إن إحنا مسلمين مازال لما بنشغل عقولنا بنطلع أفكار أعظم بكتير من اللي بيطلعها غيرنا، لأن الإسلام حاطط فينا بذرة التفكير، بس نبدأ نشتغل. أديكم مثل على كده، مثل قريب وكلكم عارفينه، حرب 73 إسرائيل عملت خط اسمه خط بارليف. خط بارليف دون أكبر وأعظم مانع، يعني يمنع أكبر مانع دفاعي عرفته البشرية في تاريخها، عبارة عن نقاط حصينة جدا وقدامها ساتر ترابي طوله 22 متر بعرض القناة، 22 متر يعني 8 عمارات، عمارة 8 أدوار، عشان تخترق أي قذيفة تدخل فيه ما تعرفش تخرج تاني، تدخل جوه التراب ما تخرجش تاني، أي قذيفة مهما كانت قوية. فجابوا الخبراء الروس، وبدأت الخبراء الروس تشوف الموضوع دون، قالوا الموضوع ده ملوش غير حل من اتنين: يا قنبلة ذرية تسقط عليه عشان تهد الساتر الترابي دون، يا إما يعني 6 فرق عبارة عن يعني 100,000 عسكري تيجي طيارات هليكوبتر تحملهم وترميهم تنزلهم ورا السد الترابي، يعني بتتكلم في 4,000 طيارة، يعني مستحيل، يعني الحرب ما تنفعش. وجي ضابط صغير بالفكرة: نجيب مية، مضخات ميه. الناس ضحكت في الاول، انتوا دلوقتي عشان عارفينها، لكن ساعه ما جت الفكره ميه ونرشها على الساتر الترابي اللي هو اعظم مانع في التاريخ، يبدا ينزل الساتر الترابي دون في يوم واحد، نزلوا 81، عملوا 81 فتحه، نزلوا 3 مليون متر مكعب رمله بخراطيم الميه، الموضوع البدائي اللي استخدمناه، لكن كان وراه فكره عبقريه. عايز مننا ايه يا جماعه؟ انا هطلع لك كذا نقطه، والنقط دي اكتبها معايا، والنقط دي مش كلامي أنا، ده كلام العلماء المتخصصين، إزاي تنمي قدرتك على التفكير. 1، يكون لك عندك هدف في الحياة. 2، هنفضل نقولها كل حلقة ليه؟ لأن الهدف في الحياة هو اللي بيشحن الدماغ. عندك حاجة عايز تحققها، اللي ما عندوش حاجة يفكر ليه؟ ما عنديش حاجة هفكر ليه؟ 1، يكون عندك هدف في الحياة. 2، اقرأ كتير، اقرأ 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 اقرأ، هتاخد خبرات كل اللي كتبوا دول. كل ما تقرأ كتاب هتلاقي نفسك بتاخد خبراته، كل ما تقرأ كتاب. اوعى تفتكر بان كلمة تقرأ انك تروح المجلات وتشوف اخبار النجوم وتحل الكلمات المتقطعة وتقولي بقرأ، او تخش على النت، مش كفاية النت ابدا، اقرأ كتب. استاذ الجامعة اللي بيتكلم ده شوف الكتاب اللي بيحضر منه، هتبقى معلوماتك اقوى منه. انا الكلام اللي انا بقوله عجبك، الكلام اللي انا بقوله شوف انا بحضر منين، وهات الكتب دي هتطلع معلوماتك، لانك هتاخد خبرتي على خبرة الكتاب اللي انا قلته. اقرأ يا جماعة، ده احنا أمة اقرأ، ده احنا أول كلمة في قرآننا اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مش صدفة يا جماعة أن أول كلمة اقرأ، ومش صدفة أن تاني سورة علم بالقلم، أهمية القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ومش صدفة أن تالت سورة نون والقلم وما يسطرون. مش ممكن كل دي صدف، دي أمة مطلوب منها أنها تقرأ، ولو قرت هتسبق حكمة عظيمة أنها ابتدت كده. عملوا دراسة يا جماعة على عدد كبير من المبدعين في الغرب، لقوا ان كل المبدعين دول بيقروا في المتوسط 50 كتاب في السنة، كل سنة يقرأ له 50 كتاب في السنة الواحدة، يخلص له 50. انا شايف ان المعدل ده تقدر تقرب منه. كل كتاب بتقرأه بتاخد خبرة دماغ الراجل اللي كتب الكتاب ده وتحطها عندك. واوعى تفتكر ان انا اقصد بالقراية انك تقعد كده بتفر، اقرأ وفي ايدك ورقة وقلم، التحضير كده يا جماعة،
واللي بينجحوا كده في ايده ورقه وقلم ويكتب ملاحظاته، انت بتقرا وبتفكر، وانت بتقرا احسن وسيله تعينك على التفكير القرايه. والله العظيم يا جماعه، عايز تجيلك افكار كتيره، اقرا وانت مركز وفي ايدك ورقه وقلم، ركز وانت بتقرا. والله العظيم الطريقه دي مجربه، هتبص تلاقي كميه الافكار اللي بتورد على ذهنك، وتلاقي نفسك عايز تدون افكار عماله بتيجي، وتبدا تلاقي نفسك بتبدع، وتبدا تلاقي نفسك انت بتطلع بقى افكار جديده بناء على الافكار القديمه. يعني بعد سنه واحده قرايه، سنه واحده ايه؟ بعد 6 اشهر قرايه عقلك هيشتغل بطريقه ثانيه خالص. جربوا بس يا شباب، جربوا يا بنات، الصيف جاي ودي فرصه، واحنا هنساعدكم، هننزل لكم يعني منهج كامل تقرا ايه في مجالات مختلفه، هنساعدكم في الحكايه دي في الصيف ان شاء الله. يبقى واحد، عندي هدف في الحياه. 2 القرايه المنتظمه كل يوم، مش في النوم وانا خلاص واقع من طولي، لا، قرايه بتركيز وفي ايدك ورقه وقلم وبتكتب ملاحظاتك، هتبص تلاقي العقل بينمو. ده نمره 2. 3، احتك كتير. يعني ايه احتك كتير؟ سافر، اشتغل في الصيف ان شاء الله، عمل تطوعي ولو ما لقيتش شغل، احتك بالناس. لقوا ان اغلب الناس الناجحين كانوا بيشتغلوا وهم في سن اعدادي. انت ساعات تقابل واحد تقول يا ده راجل ده ذكي قوي، صدقني 90% من ذكائه دون اكتسب بالخبره. هتلاقي ورا الذكاء ده خبره ومرمطه وتعب وعرق. على قد ما تشتغل وتتمرمط وتحتك في الدنيا، على قد ما دماغك تتطور وتشتغل. والله يا جماعه 3/4 الذكاء ذكاء مكتسب. الذكاء الفطري مش هو الاصلي، صحيح موجود ومهم جدا، لكن الناس العباقره اللي نجحوا بسبب الذكاء المكتسب، احتكاك وقرايه وخبرات وشغل واحتكاك بالناس وسفر ويبدا الدماغ تكبر. لكن قافل على نفسك وعايز دماغك تتطور، مش هيحصل. يبقى بنقول حاجات عمليه، 1 عندك هدف، 2 القرايه الكتير، 3 الاحتكاك الكتير، 4 دي مهمه جدا، ساعد عقلك انه يطلع حاجات كويسه بانك تدخل له مدخلات كويسه. على قد ما تدخل مدخلات جيده زي الكمبيوتر، تدخل مدخلات كويسه تطلع مدخلات مخرجات كويسه. العقل كده بتدخل له ايه؟ بدخل له اغاني فيديو كليب، وبدخل له مش عارف رقص، وبدخل له مش عارف تشات مع بنات، وبدخل له بدخل له بدخل له، هيطلع حاجات مشابهه فاضيه، هيطلع حاجات كده مهروله ومفتته وملهاش قي. بتدخل له ايه؟ بدخل له علم، بدخل له دين، بدخل له قران، بدخل له اهداف، بدخل له تجارب ناس سابقين، بدخل له بدخل له بدخل له، هيطلع لك حاجات كبيره قوي. والله ده اللي بيحصل. في مثل على الكمبيوتر، انا اسف، بيقول جاربج ان جاربج اوت. انت بتدخل دماغك ايه زي ما بتدخل الكمبيوتر ايه، انتقي المدخلات اللي داخلها. عايز توسع الكباستي بتاعت مخك، عايز توسع الذاكره بتاعت مخك، قلل الحاجات الفاضيه اللي انت محتفظ بيها في الذاكره عشان توسع الذاكره اللي ممكن تستوعب حاجات جيده. البخاري يا جماعه كان حافظ 1,000,000 حديث بيسمعهم وهو قاعد، عن فلان عن فلان عن فلان كذا 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 كذا، لما سالوه انت حفظت الحاجات دي ازاي؟ قال لا اشغل عقلي بشيء سوى الحديث. مش شاغل الذاكره ب10,000 أغنية حبيتها وشفتها وذهبت وراحت وجات وسابتني. أنا مفرغ الدماغ لحاجات مفيدة، فتبقى القدرات عالية بكتير. أنا قلت 4 حاجات. 5 حاجة ودي مهمة قوي، القدرة على التخيل. يعني إيه؟ اقعد تخيل نفسك رئيس مجلس إدارة الشركة اللي أنت فيها، هتطلع شوية أفكار. اقعد تخيل نفسك ناظر المدرسة، اقعد تخيل نفسك مدير رئيس النادي الأهلي، اقعد تخيل نفسك كده إيه، وحط نفسك أنا كذا. هتبص تلاقي الافكار بتيجي. 7 حاجه واخر حاجه تعينك على تنميه التفكير، انك تفكر في مجموعات عمل. تقعد انت واصحابك تفكروا في فكره، اللي هي فوكس جروب او البرين ستورمنج، انك تقعد في وسط مجموعه وتعملوا عصف ذهني، تطلع كميه افكار خرافيه. يعني عندنا موضوع نفسنا نعمل الاسلام كذا، ما تقعدش تفكر لوحدك، 5-6 يلا يا جماعه نقرا بس شويه قران، يلا نقعد نفكر مع بعض، هتطلعوا كميه افكار خرافيه. يا جماعة العقل بيشتغل بالطرق اللي أنا قلتها دي، ده كلام علمي اللي احنا قلناها. سمعت الحاجات دي؟ كتبت الحاجات اللي احنا قلناها؟ دي يعني الحاجات اللي عندي. في بس ملاحظات سريعة، اتعود انك تمشي لوحدك شوية، ولو نص ساعة كل يوم، 5 دقايق 10 دقايق، وانت بتمشي فكر، هتطلع لك أفكار كتيرة. استخدم دايما أجندة دون فيها أفكارك. من الحاجات اللي بنصحك فيها، غير عاداتك يوم في الأسبوع. انت متعود تركب العربيه وما بتغسلش هدومك، غير كل حاجه، هتبص تلاقي افكار جديده جت. اخر حاجه انصحك فيها، سافر شويه، سافر، هتبص تلاقي افكار جديده. يا جماعه انا خلصت، والحلقه صعبه قوي. الحلقه بتقول لازم نشغل مخنا،
احنا بنملك اعظم نعمة في الوجود العقل، وغيرنا سبقنا بالعقل، واحنا يا مسلمين بقينا واقفين. ارجوكوا يا ناس شغلوا عقلكم، واحنا حطينا حاجات عملية تساعدكم. باقي ايه؟ باقي المشروع بتاعنا الاسبوع المثمر، هننفذه ان شاء الله. يا ترى هننجح نشغل عقلنا ان شاء الله؟ يا ترى هننفذ الاسبوع المثمر ان شاء الله، ونفرح نبينا ويفرح بينا الملائكة يوم القيامة ان شاء الله. وكده خلصنا المرحلة الاولى، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.